ويكونوا كهنة حقيقيين للمسيح. وأنا بشوف تعبهم وببتحمهم مرات. البعض منهم بنجح والبعض بكل أسف برصد. حزني بيكون كبير على هؤلاء البرصدوا يا ابني، لأني مرات عمداً مع المسيح كل إشي يا ابني بيكون موجود. عشان هيك يا ابني إغناطيوس، تمنياتي لإلك هي كبيرة، مكانتك في قلبي هي كبيرة، وعشان هيك اخترتك للكهنوت. اخترتك للكهنوت في زمن صعب يا ابني، هذا بده يكون معروف. وانت لبيت الدعوة وتركت أشياء كثيرة، بدي أهنيك للي تركته لأنه تركت أشياء كثيرة. ولكن بنفس الوقت بدي أحكي لك اللي تركته وأي شيء رح تتركه في حياتك في المستقبل ولا شيء أمام نعمة الكهنوت يا ابني.